نبدأ تجولنا القصير بين الصحف العربية لهذا اليوم مشاهدينا من صحيفة النهار اللبنانية التي نقرأ منها: جوجل تسعى لتنظيف يوتيوب. ذكرت الرئيسة التنفيذية لشركة يوتيوب أن جوجل ستعمل بحلول عام 2018 على توظيف أكثر من 10,000 شخص للتخلص من المحتوى المسبب للمشاكل الذي قد يخالف سياستها على منصتها لبث الفيديو يوتيوب. ونطالع مشاهدينا من صحيفة الشرق الأوسط: دراسة جروح المخ قد تحول المواطن الصالح إلى مجرم. أظهرت دراسة أمريكية أن أي مدى يمكن أن تتسبب الجروح في مناطق متعددة من المخ في سلوكيات إجرامية. إذ تبين لباحثي الأعصاب خلال فحص 17 مصابا بجروح في المخ أن جميع المناطق المصابة طالت شبكة عصبية في المخ تنشط عند اتخاذ قرارات أخلاقية. واخترنا لكم مشاهدين من صحيفة اليوم السابع المصرية: رين برو لعبة جديدة على آيفون أكس يمكن التحكم فيها بحواجبك. أطلق مطور تطبيقا جديدا على هاتف آيفون أكس الجديد يحمل اسم رين برو، وهو يخدم جهاز استشعار يعد من أهم ما يميز هاتف أبل الجديد. من أجل تحريك الوجه داخل اللعبة وطوال رحلتك عليك تفادي الرموز التعبيرية الأخرى التي قد تصطدم بك. صحيفة الوطن مشاهدين عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم: التهاب الذات مرض يصيب المهووسين بالسيلفي. كشف عالمان نفسيان أن المهووسين بالتقاط صور لأنفسهم مصابون بحالة عقلية تدعى التهاب الذات، فيما تسبب المصطلح في حالة من الجدل بين بعض العلماء أخيرا في الولايات المتحدة، لأنه يخص حالة جسدية وعقلية واحدة تتعلق بالتصوير، فكان هناك من يؤيد ويرفض الفكرة. وختاما مشاهدينا من صحيفة الوئام السعودية: إطلاق خدمة جديدة للترسل الفوري الآمن. توفر خدمة دارك واير للمستخدمين إمكانية الترسل الفوري المشفر القائم على متصفحات الويب، وهي تدعم المتصفحات على أجهزة الحاسب والهواتف الذكية جوجل كروم، سفاري، فايرفوكس.